جمعت اقوى الفائزين بالكره الذهبيه عبر التاريخ عشان ينافسوا على البالون دور الاعظم، ولستة المشاركين مرعبه. عندنا مايكل اوين، الالماني ماتيوس، الاوكراني شيفتشينكو، البرتغالي لويس فيجو، الهولندي خولت، البرازيلي رونالدينو، الفرنسي زين الدين زيدان، الهولندي يوهان كرويف، البرتغالي ايزيبيو، المجري بوشكاش، البرازيلي ريكاردو كاكا، والمدافع الانجليزي بوبي مور، التشيكي نيدفيد، وحارس المرمى الوحيد في التاريخ الروسي ليفياشين، من ايرلندا الشماليه جورج بيست، والبرازيلي رونالدو الظاهره، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وطبعا ليونيل ميسي. كل واحد من دول طبعا كسب الكره الذهبيه، لكن التحدي على اعظم كره ذهبيه في التاريخ. المرحله الاولى كل واحد هيشوط ضربه جزاء واحده، اي حد هيضيع رسميا بره. اول واحد هيشوط عندنا الا وهو البوشكاش اللي حرفيا فيه جايزة متسمية باسمه الواحد جولاس. ايزيبيو البرتغالي، هل هيسجلها ام هيطلع بره؟ خلينا نشوف ايزيبيو. يا نهار ابيض هيسجل. وحارس المرمى ليفياشين، هل هيسجل الكرة بتاعته؟ ليفياشين سجل. الدور على ريكاردو كاكا، البرازيلي ريكارد، بوم. حلو، اتوقع ان المدافع بوبي مور مش هيتأهل، لكن خلينا نشوف. بوبي مور يسجل. اكتر لاعب معاه كور ذهبية هو اللي هيشوط ده، ليونيل ميسي بثمان كور ذهبية. يا ربي حرفيا ده اسهل تحدي موجود، لكن هل رونالدو الظاهره هيضيع؟ رونالدو ولا واحد شكله هيطلع بره. نيدفيد، هل نيدفيد هو اول واحد هيطلع بره؟ هنشوف نيدفيد. عندنا اللي كسب مانشستر يونايتد دوري ابطال اوروبا جورج بيست، يوهان كرويف، هل هيعملها يوهان؟ نهار ابيض. كريستيانو رونالدو، رونالدو يا جدع. الالماني ماتيوس، هل هيعملها الالماني؟ نهار ابيض يا جدع، ماتيوس هو اول واحد يطلع بره. مايكل اوين، من اصغر لاعبين في التاريخ اللي كسب الكره الذهبيه. ابو الله عليك يا مايكل. لويس فيجو، هل هيعملها لويس؟ لويس فيجو، نهار ابيض مستحيل. البرتغالي لويس فيجو يغادر، تبقى اثنين برتغاليين بس. حاليا عندنا الهولندي خولت، هل هيقدر يجيبها؟ خولت الله. عندنا شيفشينكو، شيفشينكو الاوكراني، هل هيسجل؟ نهار ابيض، ثالث واحد يطلع على وهو شيفشينكو. رونالدينو جاوتشو، هل هيسجلها الرونالدينو؟ رونالدينو. حلو، الدور على زيزو، زين الدين زيدان، بوم، زيدان رسميا يتأهل. فكده احنا خسرنا 3 لاعبين، تبقى 15. المرحلة الثانية كل فريق هيتقسم لأربعة، عندنا خولت، زيدان، أوين، ورونالدينو. هيلعب قصاد مانشستر سيتي العادي، أي فريق هيخسر هيطلع بره رسميا. هنشوف مانشستر سيتي من الأول قصاد زيدان. كو مستحيل يا جدع. خولت ولا اوكي الفريق مانشستر سيتي عمال يهاجم، لكن حاليا فريق الاساطير فريق الكره الذهبيه عمال يضيع بطريقه غبيه. هولندا يا نهار ابيض على الحظ، حظ فريق الكره الذهبيه. ما زال زيدان بتعمل ايه؟ جول رسميا 1-0 لفريق زيدان وخولت. رونالدينو واون، رونالدينو من هنالك، رونالدينو جاوتشو هيسجلها ولا رونالدينو؟ رونالدينو الله عليك يا رونالدينو يا جاوتشو الكبير. زيدان 3-0، اي فريق هيسجل 5 رسميا هيتأهل على طول مباشرة، مش محتاجين نكمل المباراة. فزيدان يسجل ومن غير ما يبص. رودري من هنالك، 3-1 مانشستر سيتي ما زالوا في ارضية الميدان. زيدان، زيدان يا الكبير. شوف الزيزو يا جدع، بص عمل ايه. نهار ابيض. خولت الخامس، لكن هالاند، هل هيخلوهم يسجلوا الخامس ويخلصهم؟ رودري من هنالك، رودري، حظ والله حظ الفريق ده جامد. 100% تقريبا دي هتتسجل 100%، فكده 4-2 من الممكن ان مانشستر سيتي يكسب الفريق ده. رونالدينو الخامس رسميا يا جدع، يخلصوها ب5
والفريق ده يتأهل للمرحلة اللي بعدها. الفريق اللي بعده هو جورج بيست، بوبي مور، كريستيانو رونالدو ونيدفيد أمام ريال مدريد. لكن القانون هنا مختلف، مش 5 أهداف، 10 أهداف، لأن الشبكة أكبر بدبل تقريبا، الشبكة كبيرة جدا ومفيش أي حارس مرمى. فعندنا حاليا ريال مدريد، ريال مدريد هيبدا، ريال مدريد 1-0 على فريق كريستيانو رونالدو عن طريق الفيديريكو فالفيردي. والله يا جدع كريستيانو رونالدو من هنالك، هل هيخرج كريستيانو يديها لنيدفيد؟ نيدفيد من هنالك هيعمل ايه؟ يديها لكريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو من هنالك نيدفيد، 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 1-1. نهار ابيض يا جدع، بلينجها لا فيديريكو فالفيردي بس. اوكي 2-1، عشان كده قلت لك النتيجة من 10 مش من 5 ابدا. بيلينجهام من هنالك، بيلينجهام يعطيها لمودريتش، جول ام لا؟ جول ام لا؟ 3-1. شكل فريق كريستيانو احتمال كبير انه يودع. هل لكريستيانو رونالدو كلمة اخرى؟ بوم لا. نيدفيد من هنالك، نيدفيد، نيدفيد، الله 3-2. من الممكن ان ياتي بها فريق كريستيانو؟ خلينا نشوف. نيدفيد من هنالك يديها لبوبي مور، بوبي مور لكريستيانو رونالدو، يديها لبوبي مور، بوبي مور لكريستيانو، كريستيانو هيصوب ام لا؟ كريستيانو، والتصويب ضاعت، كريستيانو ضاعت مرة أخرى. لوكا مودريتش، لوكا مودريتش يعطيها لفيني، فيني جونيور، فيني جونيور للوكا مودريتش، لوكا مودريتش لفيني جونيور، فيني جونيور، 4-2 للأسف، لكن لسه الريال محتاج 6 أهداف كتيرة جدا. بوبي مور من هنالك، بوبي جول، جول خلاص، جول. انا والله فكرته هيضيعها يا جدع، ايه ده؟ هل هنالك ريمونتادا من فريق كريستيانو رونالدو؟ جماهير رونالدو لا يريدون ان يخرج من هذه البطوله الاعظم. ياه سلكت تلك، اوه جول، 4-4 والتعادل اسمعي. ياه بيلي، 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 جول. بوم مانيت في ده معلمك بيه، 5-5. اوف يا جدع، جول من هنا، جول من هنالك، شنو عايز؟ فينيسيوس، بوم، لا شكلها هتحصل للاسف. هل كريستيانو هيعمل حاجة؟ رونالدو، شوطة رونالدو، هات جول النهاردة كريستيانو، جول. 7-6 ما زال الأمل. كريستيانو رونالدو هل هيعدل النتيجة؟ كريستيانو رونالدو، جول أكيد يعني، جول طبعًا. 7-7 وأنا بحب الرقم ده. بيلينجهام، 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 جول هاس. بوم، نهار ابيض يا جدع، من هنا من هنالك على طول. اللي هيسجل الجول العاشر الاول هو اللي هيكسب المباراه. فمحتاجين فريق كريستيانو رونالدو يعني يركز في الدفاع شويه، لازم يركز في الدفاع ويجيب جول. ركزوا في الدفاع فريق كريستيانو، فريق كريستيانو. بوم نجد، لازم ولابد فريق كريستيانو رونالدو يدافع. لو دافع فريق كريستيانو رونالدو وجابها جول هيكسبه، بس لازم يدافعوا. اخر كرة واخر فرصة، كريستيانو بره، كريستيانو. للأسف تم إقصاء بوبي مور، نيدفيد، جورج بيست، وللأسف تم إقصاء كريستيانو رونالدو. المواجهة اللي بعدها لأم التاريخ، لأن عندنا ليفيا شين هيلعب كحارس مرمى مع إيزيبيو ورونالدو الظاهرة ويوهان كرويف أمام باريس سان جيرمان. خرج فريق كريستيانو رونالدو، لكن هل هيخرج فريق رونالدو الظاهرة؟ عندنا حراس مرمى المره دي، لكن 1-0 على طول يا جدع عن طريق ليزيبيو. ليفيا شين ما ينفعش يلعب كلاعب، فلازم يلعب حارس مرمى. ليفيا شين، يا نهار ابيض يا جدع، حارس مرمى ملوش اي لازمه. 1-1 لباريس سان جيرمان. هل رونالدو الظاهره هيخرج كما فعل رونالدو العادي؟ دوناروما يصد، هل رونالدو الظاهره ممكن يعملها؟ بوم، يا نهار، خلاص جول. 2-1 رسميا، رونالدو الظاهره. 3-1، 3-1 وفاضل جولين بس. بوم، نهار ابيض يا جدع، الفريق ده جامد. بوم، باريس سان جيرمان يسجل. بوم، 4-3 من الممكن يا جدع باريس يعملها، اشرف حكيمي في الموت. هل هيخرج رونالدو الظاهره صاحب الكرتين ذهبيتين؟
كيليان امبابي، هل هو الرابع؟ كيليان انهربي 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 انهربي، انها تاتي، انها تحدث، انها تحدث، الامور تحدث، الامور تحدث. هل هو الخامس؟ الامور تحدث ام لا؟ اللي هيسجل الخامس هيكسب. بو، ماذا ماذا ما زال في الحكايه روايه. فما حاجه فما حاجه فما حاجه فما حاجه فما حاجه. رودريجو نهار ابيض يا جدع، اشرف حكيمي يعملها ويخرج ليفيا شين والظاهره وايزيبيو ويوهان كروي، هيبداوا رسميا فريق بوشكاش ميسي وكاكا. هي ما لعبناش دلوقتي اربعه لان المتابعين كانوا ثلاثه بس، فواحد صفر رسميا لكاكا. امبابي هل هيطلعهم زي ما طلع الظاهره؟ امبابي ضيع جريزمان انطون، بوم جول، واحد واحد رسمي. بو 2-1 يا جدع للبوشكا. امبابي بوم 2-2، شكل امبابي مش عايز اي اسطوره يتاهل وزعلان وحاقد على ليونيل ميسي. بوم يا نهار ابيض يا جدع، شنو هذا يا ليو يا بوشكاش عالمي؟ ليو ليو بوم 4-2. هل هيتاهلهم ولا هل هيحصل فيهم نفس اللي حصل في الفريقين اللي قبلهم، بالذات فريق رونالدو الظاهره اللي اتعمل عليه اقوى ريمونتادا قد شهدتها في ام التاريخ من 4-1 ل 5-4. رسمي يتاهل بوشكاش وميسي وكاكا. المرحله الثالثه الضربات الحره، معنا السبع لعيبه وهيتم تصويب ثلاث محاولات، كل محاوله هيتحسب ليها نقط معينه، اقل ثلاثه في النقط سيتم اقصاهم. فخلينا نشوف اول واحد هيصوب، هو رونالدينو جاوتشو. رونالدينو هل هيعملها ولا لا؟ رونالدينو 855 نقطه. المحاوله الثانيه رونالدينو، مستحيل يا جدع. المحاولة الثالثة من رونالدينو، المحاولة الثالثة يا جدع عالمي. فكده رونالدينو معاه 3390 نقطة. اوكي، الذي بعده هو مايكل اوين، هل هو ماهر في الركلات الحرة؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. أول ركلة حرة من مايكل، شنو هاي؟ تاني ركلة حرة من أسطورة ليفربول والريال، تالت ركلة حرة ولو جابها هيعدي رونالدينو جاوتشو. مايكل اوين عدا حرفيا 3428. اللي بعده هو الهولندي خولت، عنده 3 ركلات حره. خولت يا جدع شنو هاي؟ خولت والمحاوله الثانيه خولت، اوكي 2900. اللي بعدها صعبه جدا للاسف، انا معرفش ليه حظ خولت جه على الركله الحره دي، لكن خلينا نشوف هل هتيجي ولا لا. خولد يصوبها يا جدع 3311 نقطة. الرابع هو زيدان، هل هيسجلها زيزو؟ نهار ابيض يا جدع. اللي بعدها صعبة جدا، مستحيلة تقريبا، لكن زيدان هيحاول. 14 من 10 أهداف متوقعة، لكن زيدان هيجيبها بعون الله تعالى. زيزو 2990، آخر كورة لزيزو. هل هيتأهل زيزو مع الأربعة المتأهلين للمرحلة الرابعة؟ بو 3440، حرفيا الجميع متقاربون. اللاعب الخامس هو ريكاردو كاكا، ايه اللي هيعمله ريكاردو؟ خلينا نشوف ريكاردو. ضيع الكرة دي، مش عارف هي صعبة ولا لا، بس المفروض سهلة يعني. ريكاردو يا نهار ابيض، ازاي اقل عدد نقط لحد دلوقتي؟ فيا ريكاردو، انت رجلك تعبانة ولا ايه؟ ده انت بتعرف تشوف. بوم، في ايه؟ 716 نقطة بس. عندنا لاعب من اللي الجايزة اتسمت باسمه، ألا وهو البوشكاش، هل هيسجلها بوشكاش؟ يا نهار أبيض. المحاولة الثانية، هل هيسجلها بوشكاش الكبير؟ وبوشكاش هذا مستحيل. المحاولة الثالثة والأخيرة، تخيل يجيبها يا كمان. بوم 5116. في 3 لعيبة هيطلعوا برا، هنشوفهم بعد 3 ركلات حرة من ميسي. آخر كورة، اخر كون نهار ابيض يا جدع. الكرة الثانية، هل هيعملها ليوف؟ ممكن يطلع ليونيل ميسي، ممكن يطلع. هل ستحدث الصدمة ام لا؟
هل ستحدث صدمة 4934؟ فعندنا ثلاث لعيبة ودعهم، أول واحد هو كاكا برا، وللأسف الهولندي خلد برا، وللأسف أقوى رونالدينو جاوتشو برا. وصلنا للمرحلة الرابعة، اثنين هيلعبوا قصاد اثنين، لكن كل واحد معهم حارس مرمى هيلعب كلاعب عادي. ميسي وبوشكاش معهم كاسياس، زيدان ومايكل أوين معهم فان دار سار، فأكنهم اثنين قصاد اثنين عادي جدا. والقانون ان في المباراة دي مفيش خمسة، مفيش اي حاجة، المباراة دي هتتلعب كاملة. فمين الاثنين اللي هيروحوا للنهائي، زيدان وأوين ام ميسي وبوشكاش؟ خلينا نشوف. ليو من هنالك، ليونيل ميسي يقطعها، واو واو، مايكل أوين يسجل الهدف الاول. صدمة يا جدع ان أوين يكون في النهائي. ليو، ليونيل ميسي يعدل النتيجة رسمي. ليونيل ميسي ضيعها لينال، بوشكاش من هنالك اديها لكاسياس، كاسياس مش اكيد مش هيعرف يلعب، ولا اي حارس مرمى يقدر يجيب جول. كاسياس، كاسياس والله جابها يا جدع، 2-1 لفريق ميسي. كاكا وليو، ولا بوشكاش يا جدع يقول سجل الهدف رسميا. 3-1، مباراة تتلعب بالكامل. هل هنالك عودة لفريق زيدان وأوين؟ هل هيعملها زيدان؟ زيدان يا جدع انا بحس زيدان مش عايز يلعب. بوم، الله، 4-1، وتخيل كاسياس هو اللي عمال يجيب اجوال. ليونيل، 5-1، وما زال فعلها زيدان ويقلص الفارق. هل هو السادس رسمي؟ بوم، 3 أهداف فرق. عارفين الاثنين اللي بيلعبوا مع بعض هما الاثنين اللي هيقابلوا بعض، ورسميا 6-4. مايكل أوين شكله عايز يروح النهائي. مايكل أوين هو اصغر لاعب حقق الكره الذهبيه بمقابل ليونيل ميسي، واكثر لاعب خد الكره الذهبيه. مايكل أوين والخامس، 6-5 لفريق زيدان ومايكل. هل من ريمونتادا؟ ليو يقول لا. هو جدع فاندر سار يسجل الفريق، الله عليك الفاندر. ليونيل ميسي شكله عايز يروح النهائي، يسجل الثامن. بوم، 9 لميسي. فاندر سار يسجل يا جدع ويقلص، لكن هل هنالك من ريمونتادا؟ هنالك 40 ثانية فقط. فاندر سار يا جدع يفعلها، هدف واحد فقط يجعل مايكل أوين امام زيزو في نهائي الكرة الذهبية التاريخي. لكن هل بوشكاش لديه كلمة اخرى؟ ما زال 31 ثانية. مايكل أوين وتعادل كبير، مايكل أوين 9-9. هنالك ريمونتادا، هنالك قصة لم تنتهي بعد، لكن ما زالت القصة تروى، ما زالت القصة تروى. 18 ثانية فقط. ليو، ليو جول، لا ليو. 10-9، بوشكاش وكاسياس. 19 ثانية فقط. فاندر سار، لا. 8-7-6-5-4-3-2-1، ورسميا فريق ليونيل ميسي في النهائي، ورسميا ميسي امام بوشكاش. عندنا 5 محاولات، المحاولة الاولى من ليو، ميسي امام ليونيل ميسي، والمحاولة الثانية يا نهار ابيض ميسي جابها، اللي بعدها المحاولة اللي بعدها ليو، ليونيل ميسي، هل هيعملها ليو امام بوشكاش؟ بوم، ميسي سجل. ما فاضلش غير محاولتين تقريبا، خلينا نصوب المحاولة دي ونشوف هل ميسي هيقدر يجيبها امام بوشكاش. يجيبها ليو، والمحاولة الأخيرة، في نقط بتتعد موجودة، يعني ما فيش حد هيتظلم. ليونيل ميسي امام بوشكاش، ليو، ليونيل ميسي هل سيفوز باعظم كرة ذهبية في التاريخ؟ لكن عزيزي المشاهد، لو تتوقع ان ميسي هيكسب اضغط اشتراك، ولو تتوقع ان بوشكاش هو اللي هيكسب اضغط لايك. خلينا نشوف بوشكاش والمحاولة الاولى امام ميسي. بوم، الكرة الثانية، هل هيكسب بوشكاش؟ الكرة الثانية يا جدع لم يضيع، لكن لو تفتكر ميسي ضيع. بوشكاش والمحاولة الثالثة، البوشكاش يسجل 3 ورا بعض باستمرار، هل هيسجل كل الضربات؟ هل ميسي هيصد الكورة؟
مستحيل، شكل بوشكاش هو اللي هياخد اعظم كرة ذهبية في التاريخ. هي دي المحاولة الأخيرة، لو جت رسميا بوشكاش يفوز بأعظم بالون دور في التاريخ. بوشكاش واليوم رابع دقيقة، رسميا بوشكاش يفوز بأعظم كرة ذهبية عبر التاريخ. فقولوا لي تحت في التعليقات لو يستحقها.